في البيبر اللي حضرتك ذكرتها او البحث اللي ذكرته عن زواج الاقارب، لان ده نقطه مهمه جدا اتمنى ان كتير من المصريين يسمعوها، انه كنا نتخيل انه زواج الاقارب ممكن يجيب امراض، لكن يصل الامر لمشكلات خلقيه في القلب تؤدي الى مشكلات في قلوب المصريين بدون شك. ودي يعني دوكيومنتد، يعني حصل كذا مره واتنشرت في على الاقل 2 بحثين طالعين من مصر بيوروا هذا الموضوع، لان في حاجات يعني في جينات كتيره جدا ما بتعملش اي حاجه، لانما لما بيتركزوا مع بعض بيعملوا مصايب. وبالتالي حضرتك بتشجع التستس الجديدة أو الاختبارات اللي هي قبل الزواج علشان الكشف عن ربما يكون هناك أمراض، هل الكشوفات قبل الزواج أو الكشف قبل الزواج قد يكشف أنه يجي مرض في القلب للطفل؟ بدون شك، لأن لو لقيناهم هم الاثنين عندهم نفس الجينات بتاع تضخم القلب ده الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، لو هم الاثنين البيبي يحصل له مضاعفات وهو لسه طفل ويمكن يضيع. فدي مهمة جدا ان احنا نتأكد ان دي مش موجودة، وساعات ممكن انها نتأكد، لان دي العلم تقدم جدا من ناحية ايه؟ من ناحية ان احنا ممكن ان احنا نعرف الجينات دي موجودة عند الاب والام، حتى لو اتجوزوا ممكن ان احنا نعرف الطفل اللي هيتولد الجنين عنده هذا المرض ولا لا. ودي كانت بتعمل زمان باخذ من بيشكوا اليوترس ده دلوقتي الرحم. مش الرحم دلوقتي ده مش مهم ابدا. السنه دي بس ممكن من عينه دم صغيره من الام ان احنا نعمل سيكونس كامل للجينات بتاع البيبي، تسلسل واضح لجينات الطفل، فنقدر نعرف إذا كان ممكن يعيا بهذا المرض ولا لا. ولا لا في وقت قصير جدا، ونعرف كل الجينات اللي موجودة عنده. فدي حاجة هايلة جدا، وحد عالم في هونج كونج هو اللي دي جابها وخد الأسكر برايز والنوبل برايز. هذا هو البحث العلمي اللي احنا بنتكلم عليه.